بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنوات ثانية ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع تمارينات لمراجعة الاختبار الثاني. اليوم جبت لكم تمرين رائع أيضا على الزوايا الموجهة. أول سؤال في هذا التمرين يقول: حل في المجال ناقص بي بي، مجال مغلق. المعادلة التالية: جذر سينوس x زائد 1 تساوي 0. ثم بعد ذلك السؤال الثاني يقول: حل في R، المعادلة 2 y مربع زائد 7 y زائد 3 تساوي 0. ثم استنتج حلول المعادلة: 2 كوسينوس مربع x زائد 7 كوسينوس x زائد 3 تساوي 0. أخيرا بين أن المجموع التالي يساوي الصفر، اللي هو سينوس 95 بي على 100 زائد سينوس 97 بي على 100، كبر لكم الصورة، زائد سينوس 103 بي على 100 زائد سينوس 105 بي على 100. إذن المجموع هذا يساوي صفر. نبدأ على بركة الله في الحل النموذجي. الآن السؤال الأول يطلب منا الحل في ناقص بي بي. لازم تعرفوا شيء، أين هو المجال ناقص بي بي؟ لاحظوا معي، رسمت لكم دائرة مثلثية مركزها هو المبدأ تاع معلم متعامد متجانس، الوحدة تاعها هي واحد، أيا كان واحد سنتيمتر واحد متر أيا كان، المهم أن الوحدة تكون واحد. تكون الدائرة المثلثية موجهة عكس عقارب الساعة في الاتجاه الموجب، أما حسب عقارب الساعة في الاتجاه السالب. هذا شيء. ثم الآن أين هو المجال ناقص بي بي؟ إذا ناقص بي هنا عندنا في الاتجاه الموجب نبدأ من صفر، هذه زاوية مستقيمة هي بي، ولكن كي نجي في الاتجاه السالب هنا صفر، نجي في الاتجاه السالب راح تكون ناقص بي هو هذه الزاوية. إذا المجال تاعي راح يكون من ناقص بي هكذا حسب القلم ثم إلى غاية بي، يعني ندير دورة كاملة، يعني ندير دورة كاملة. ولكن ما الفرق بين ناقص بي بي وصفر بي؟ صفر اثنين بي، المجال صفر اثنين أيضا دورة كاملة، ولكن هنا فقط الزوايا موجبة، يعني في الاتجاه الموجب موجبة. أما ناقص بي بي ممكن تكون الزوايا سالبة والزوايا الموجبة. إذن أتمنى فقط أن يكون مفهوم أتابع. إذن نبدأ في حل أول معادلة مثلثية: جذر سينوس x زائد 1 تساوي 0. إذن أحاول أن أظهر كما في المعادلات من الدرجة الأولى، نخلي المجاهيل من طرف والمعالم من طرف. إذن راح نكتب سينوس x تساوي ناقص 1، طبعا نقسم على جذر 2. ثم بعد ذلك واش راح ندير؟ راح نضرب المقام والبسط في جذر 2، لأني ما عنديش زاوية ناقص 1 على جذر 2. إذا جذر 2 هنا في جذر 2، أتحصل على التالي، لاحظوا معايا، أتحصل على سينوس، تبعوا فقط معايا، هي نفس الخطوات تتبع في حلول سينوس ولا كوسينوس، نفس الشيء، أتحصل على ناقص جذر 2 على 2. طبعا كي نضرب جذر 2 في جذر 2 تولي لي جذر 4، وجذر 4 هو 2. الان حنا حسب علمنا نعلم، لاحظوا معايا واش نعلم، نجيبها لكم بالخطوات البسيطه، نعلم ان سينوس اي زاويه تمد لي جذر 2 على 2 هي الزاويه بي على 4. الزاويه سينوس يعني سينوس بي على 4 هو جذر 2 على 2، ولكن انا عندي ناقص جذر 2 على 2. واش راح ندير؟ اذا سينوس اكس، لاحظوا معايا، نعوض، نولي عندي سينوس اكس يساوي ناقص سينوس بي على 4. اذا اتابع، حنا نعرف ان، لاحظوا معايا، سينوس ناقص الفا تساوي ناقص سينوس الفا. اذا ناقص هذا راح ندخله داخل الزاويه، راح يولي لي سينوس ناقص بي على 4. اذا سينوس اكس يساوي سينوس ناقص بي على 4، نجي
للدائرة المثلثية تاعي. أين هو؟ هنا بي على 4 هو المنصف الأول، هكذا نرسم الزاوية بي على 4. إذن الزاوية بي على 4 هي هذه الزاوية، ولكن ناقص بي على 4 راح يكون في الاتجاه السالب، هذه هي ناقص بي على 4. الآن إكس تاعي ممكن يدي القيمة هذه، إذن عندي الحل الأول ممكن إكس أو نسميها أم. إذن النقطة الآن ذات الفاصلة إكس يعني ناقص بي على 4 هو حل. إذن من بين الحلول لقيت الحل الأول هي الزاوية أو إكس يساوي ناقص بي على 4. هل هناك حل آخر؟ طبعا نعم، يمكن ندير نظيرة النقطة هذه بالنسبة لمحور التراتيب، راح تكون عندي، إذا قلت نظيرة النقطة هذه بالنسبة لمحور التراتيب راح تجيني هنا، والزاوية هذه نحسبها، هذه ناقص بي على 4، ثم من هنا إلى هنا أيضا ناقص بي على 4، صافي عندي ناقص 2 بي على 4، ثم نزيد لها أيضا ناقص بي على 4، راح تولي لي ناقص 3 بي على 4، يعني الزاوية هذه من هنا إلى غاية هذه هي نكتبها هذه الزاوية، نكتبها لكم هنا ناقص 3 بي على 4. إذا حلول المعادلة تاعي هي x يساوي ناقص بي على 4 و ناقص 3 بي على 4. هل طبعا هنا راهم الاثنين عندهم سينوس تاعهم هو جذر 2 على 2، أتمنى فقط أن يكون واضح. هل هناك حلول؟ لا، لأن عندي فقط الزاويتين هذو اللي عندهم السينوس تاعهم هو ناقص جذر 2 على 2. إذا حلول المعادلة، إذا نكتب حلول المعادلة 1 بلا ما نعاود نكتبها، يعني هذه المعادلة هي المعادلة 1. إذا حلول المعادلة 1 هي إذا S، نكتب الحلول نبدأ دائما بأصغر حل، هي ناقص قلت 3 بي على 4 وناقص بي على 4، هذو هما الحلول. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذه المعادلة. السؤال الثاني يقول حل في R مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلة التالية، 2 Y مربع زائد 7 Y زائد 3 هي معادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول Y. احنا نعرف أن لحل معادلة من الدرجة الثانية دائما نحسب المميز، عندنا دلتا ماذا يساوي؟ إذا قبل ما نكتب دلتا فقط ننبه أن A تاعي هنا هو معامل X Y مربع هو 2، B تاعي هو 7، و C تاعي هو 3، فقط باش يجيني الحسابات سهلة. إذا دلتا تاعي راح يساوي القانون تاعو B مربع ناقص 4 A في C. نطبق، إذا دلتا راح يساوي B مربع يعني 7 الكل مربع ناقص 4 في A في C يعني 2 في 3. إذا دلتا تاعي كم يساوي؟ 7 الكل مربع 49 ناقص 4 في 2 في 3 راح يخرج لي 24. إذا نتابع، ثم بعد ذلك 49 ناقص 24 راح يمد لي العدد 25. إذا دلتا تاعي يساوي 25، جذر دلتا مباشرة يساوي 5. إذا بما أن نقول بما أن لاحظوا معايا دلتا أكبر من الصفر، فإن للمعادلة تاعي مثلا نسميها نجمة، للمعادلة نجمة حلين متميزين، حلين متميزين، ما هما هذ الحلين؟ هما إذا نكتب دائما قاعدة x واحد الحل الأول ماذا يساوي؟ نكتب القانون ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a، ونطبق ناقص b، b تاعي هو 7 ناقص 7 ناقص 5 على 2 في 2 ويساوي ناقص 7 ناقص 5 كم يساوي؟ ناقص 12 على 4، وناقص 12 على 4 يساوي ناقص 3.
إذا لقيت الحل الأول أتابع. إذا دائما أضع النتيجة في إطار كما عودتكم، ثم نجيب الحل الثاني بنفس الطريقة. إكس 2 الفرق فقط هنا لتولي لي زائد جذر دلتا ناقص ب جذر دلتا على 2 أ، أطبق ناقص 7 زائد 5 على 2 في 2 وتساوي ناقص 2 على 4. ناقص 2 على 4 نختزل يخرج لي ناقص نصف، نختزل على 2 نختزل على 2 ناقص نصف. إذا الحل الثاني هو ناقص نصف. إذا حلول المعادلة الداعي هي اس ناقص 3 وناقص نصف. إذا بعدما لقينا حلول المعادلة 2 y مربع زائد 7 x زائد 3 تساوي صفر اللي هي اس تساوي ناقص 3 ناقص نصف، يقول سؤال استنتج حلول المعادلة 2 كوسينوس مربع x زائد 7 كوسينوس x زائد 3 تساوي صفر. لو نلاحظ أن بين المعادلة هذه والمعادلة الثانية راح نلاحظ أن فقط لو نضع فقط إيغريك تاعي يساوي كوسينوس إكس راح تولي لي المعادلة هذه تكافئ المعادلة هذه. إذا واش راح ندير؟ بما أن يقول نضع، إذا ما فيهاش خطوات، يعني ما فيهاش حسابات كثيرة، إذا فيها فقط نقول نضع، لاحظوا معايا ماذا نضع؟ نضع إيغريك يساوي كوسينوس إكس. طبعا فقط نضع الشرط، كما نعلم أن الكوسينوس دائما قيمه محدودة بين واحد وناقص واحد. لماذا؟ باش كي ندير إيغريك يساوي كوسينوس واش راح نتحصل؟ راح نتحصل هنا على 2 إيغريك مربع زائد 7 إيغريك زائد 3 تساوي صفر، يعني نتحصل على نفس المعادلة. إذن ولكن الحلول تاعها ما نديهمش كاملا، راح ندي فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال ناقص واحد واحد. إذا بوضع y يساوي كوسينوس مربع نتحصل على المعادلة 2 y مربع زائد 7 y زائد 3 تساوي صفر، يعني المعادلة هذه واحد راح تكافئ واحد تكافئ منطقيا 2 y مربع زائد 7 y زائد 3 تساوي صفر. وحنا لقينا حلول. إذا حلول هذه المعادلة هي s تساوي ناقص 3 على 2 وناقص نصف، يعني y تاعي يساوي ناقص 3 على 2 أو y يساوي ناقص نصف. ولكن حنا ديرنا y يساوي كوسينوس x، إذا تحصلنا على كوسينوس x يساوي ناقص 3 على 2. ولكن ما ننساوش الشرط، كوسينوس ينتمي إلى ناقص واحد واحد، إذا هذا الحل لا ينتمي إلى المجال ناقص واحد واحد، وبالتالي هذا الحل مرفوض. أما الحل الثاني اللي هو y يساوي نصف، يكافئ منطقيا أن الكوسينوس x هو اللي يساوي ناقص نصف. هذا الحل طبعا ناقص نصف ينتمي إلى ناقص واحد واحد، وبالتالي يكون الحل مقبول. بما أنه مقبول راح أواصل الحل. إذا نواصل، إذا لاحظوا معايا كوسينوس x يساوي ناقص نصف. ما معنى ذلك؟ إذا لاحظوا معايا عندي كوسينوس x يساوي ناقص نصف. لو كان نجي للدائرة المثلثية احنا نعرفوا أن كوسينوس، ما هي الزاوية التي كوسينوس تاعها هو نصف؟ هي الزاوية بي على 3. أنا حبيت نلقى الزاوية التي كوسينوس تاعها هو ناقص نصف، يعني في الاتجاه السالب. كيف راح ندير؟ هي في الحق تجي الزاوية هذه نظيرة الزاوية هذه بالنسبة لمحور الطراتيب، ولكن كيف نجبدها؟ هي تقع الزاوية هذه اللي هي بي على 3، قلت نظيرتها هي الزاوية هذه، كيف راح نجبدها؟ الزاوية هذه تقع في الربع. إذا نتابع، قلت لكم الزاوية هذه، هذه الزاوية راح تقع في الربع الثاني. الربع الثاني هي الزوايا اللي تكتب على شكل بي ناقص ألفا، حنا ألفا تاعنا هي بي على 3، إذا حتما الزاوية هذه راح تكون بي ناقص بي على 3.
و بي ناقص بي على 3 ما هي إلا بعد توحيد المقامات 3 بي ناقص بي هي 2 بي على 3. هذه فقط باش ننبهكم كيفاه راح نلقاو الزوايا هذه. إذا كوسينوس إكس راح تكون هنا ممكن تعوض ناقص نصف، إذا عندي كوسينوس إكس نعوض ناقص نصف بكوسينوس الزاوية تاعها اللي هي 2 بي على 3. الآن حنا نذكركم بشيء، كيف نحل معادلة كي تكون من الشكل كوسينوس أ تساوي كوسينوس ب. هذه يكافئ منطقيا الحلول تاعها في أ هي أ تساوي ب زائد 2 ك بي، أو أ تساوي ناقص ب زائد 2 ك بي مع ك عدد صحيح نسبي. إذا أطبق، لاحظوا معايا أ تاعي هو الإكس، إذا لاحظوا معايا كوسينوس إكس يساوي كوسينوس هنا 2 بي على 3 يكافئ منطقيا، يعني الحلول تاعها هي كالتالي: إكس يساوي الزاوية 2 بي على 3 زائد 2 ك بي، أو إكس يساوي ناقص ب، بالتالي هي 2 بي على 2، 2 بي على 3 عفوا، زائد 2 ك بي، طبعا ك ينتمي إلى زد. هذه هي الحلول في أ. دائما كي يطلبكم منكم الحلول في أ تمدوا جميع الحلول. إذا نتابع، إذا بعدما لقينا كل استنتجنا كل الحلول المعادلة تاعنا، إذا نتابع السؤال الأخير. إذا لاحظوا معي السؤال الأخير يقول: برهن أن المجموع التالي اللي هو سينوس 95 بي على 100 زائد سينوس 97 بي على 100 زائد سينوس 103 بي على 100 زائد سينوس 105 بي على 100 يساوي الصفر. كيف ذلك؟ راح نكتب كل واحد، يعني أبسط كل واحد ثم نجمع المجاميع. لاحظوا معي، إذا لاحظوا معي نبدأ بسينوس 95 بي على 100. دائما علمتكم أن كي نحب نبسط مثل هذه العبارة وش راح ندير؟ راح نشوف ما هو العدد الأقرب إلى مثلا 95، يعني 95 هذا ممكن نكتبه بدلالة 100. كيف ذلك؟ لاحظوا معي، راح نكتب 100 بي ناقص 5 بي هو نفسه، طبعا تقسيم 100. كي ندير 100 بي ناقص 5 بي راح تمد لي نفس الشيء 95 بي على 100. ثم بعد ذلك يعني أفكك الكسر، راح تولي لي سينوس 100 بي على 100 ناقص 5 بي على 100، أتحصل على التالي: إذا سينوس 95 بي على 100 تساوي، هنا 100 على 100 تمد لي بي 1، إذا راح تمد لي سينوس بي ناقص 5 بي على 100. احنا نعرف أن سينوس بي ناقص ألفا كم تساوي، إذا راح تساوي لي، إذا قلت لكم كتذكرة لازم تعرفوها على ظهر قلب، سينوس بي ناقص ألفا تساوي سينوس ألفا، إذا هنا ألفا تاعي يمثل 5 بي على 100، إذا راح تساوي لي، اكتبها بالأحمر باش كي نعوضها نشوفها، سينوس 5 بي على 100. إذا بسط أول عبارة. نجي للعبارة الثانية، العبارة الثانية هي سينوس بنفس الطريقة، لاحظوا معايا، سينوس واش عندي؟ عندي الآن 97 بي على 100. إذا راح نكتبها أيضا بدلالة 100، لاحظوا معايا، سينوس 100 ناقص 3، طبعا هنا 100 بي ناقص 3 بي على 100، 100 بي ناقص 3 بي هي نفسها 97 بي، وتساوي نقسم 100 على 100 راح تولي لي سينوس بي ناقص 3 بي على 100. نفس الشيء نطبق هذا القانون، راح يولي لي سينوس 97 بي على 100 ماذا يساوي؟ راح يساوي لي سينوس 3 بي على 100. أتابع، نديرو في إطار
باش كي نعوض نشوفو الحد الثالث. لاحظوا معايا سينوس الان واش مازال لي 103 سينوس 103 بي على 100. دائما كتب 103 بدلاله 100 يساوي سينوس 100 بي زائد 3 بي تقسيم 100. وفكك الكسر راح يولي لي سينوس 100 على 100 يخرج لي بي زائد 3 بي على 100. نذكركم بالقاعدة أن سينوس بي زائد ألفا كم يساوي؟ شفناها في الفيديوهات السابقة، يساوي ناقص سينوس ألفا. ألفا تاعي هنا يمثل 3 بي على 100. إذا هذه النتيجة هنا راح تمد لي واش تمد لي هنا؟ ناقص سينوس 3 بي على 100. ثم آخر حد، وشنو هو آخر حد؟ سينوس، لاحظوا معايا ونتبعوا، سينوس 105 بي على 100 يساوي بنفس الخطوات سينوس 100 بي زائد 5 بي على 100 يساوي، نفكك الكسر، إذا تولي لي سينوس بي زائد 5 بي على 100. وطبق نفس القانون اللي هو بي زائد ألفا، سينوس بي زائد ألفا تساوي ناقص سينوس ألفا. إذن هنا راح يساوي لي ماذا؟ ناقص سينوس 5 بي على 100. الآن أعوض كل حد بالمساواة تاعو، إذن راح تصبح لي مثلا نسميها هنا المعادلة واحد. إذا كتبت بالتعويض في المعادلة واحد اللي هي فوق اللي هي هذه المعادلة، نعوض كل حد بما يساويه. الحد الأول واش يساوي؟ يساوي سينوس 5 بي على 100. إذا نكتب سينوس 5 بي على 100 زائد الحد الثاني لقيناه، أين هو؟ لقيناه 3 بي على 100. إذا نكتب زائد سينوس 3 بي على 100. الحد الثالث كم يساوي؟ لقيناه، لاحظوا معايا، ناقص سينوس 3 بي على 100. إذا ناقص سينوس 3 بي على 100. الحد الأخير هاوليك ناقص سينوس 5 بي على 100. ثم بعد ذلك نبسط، كم يساوي كل هذا؟ يساوي، لاحظوا معايا، عندي سينوس 5 بي على 100 ناقص سينوس 5 بي على 100 صفر، ثم عندي سينوس 3 بي على 100 ناقص سينوس 3 بي على 100، وهذا كله يساوي الصفر. وبهذا نكون قد برهنا صحة المساواة. إذا في الأخير ما علي إلا نقول لكم بالتوفيق للجميع وعلامات جيدة. إذا إلى الملتقى إن شاء الله.